كيفية طريقة حل مشكل الهايلايت على تطبيق الفيسبوك؟ طريقة سهلة جدا أصدقائي، فقط تابع معي الفيديو. أول خطوة هي أن تقوم بالذهاب إلى الضبط أو الإعدادات، بعد ذلك سيظهر لك العديد من الخانات. أنت تبحث على خانة التطبيقات، بعدها سوف تظهر لك العديد من التطبيقات. أنت سوف تبحث على تطبيق الفيسبوك، تدخل إليها وتطبيق الفيسبوك، بعد ذلك تذهب إلى الأسفل وتضغط على إيقاف إجباري هنا. بعد ذلك تضغط على موافق. بعد حينما تنتهي تذهب إلى مكان التخزين وتضغط على مسح البيانات. بعد تضغط على موافق، وحينما تنتهي تقوم بالذهاب إلى البلاي ستور، متجر بلاي ستور، وتقوم بعمل تحديث لتطبيق الفيسبوك. وبهذا أصدقائي نصل نهاية الفيديو، فلا تنسوا دائما بوضع زر لايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله.